السلام عليكم، نتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير. معكم ايمان من قناه شيوات ايمان ام امين. في هذا الفيديو ان شاء الله جيت نقدم لكم واحد الوصفه خفيفه ظريفه كيكه اللي فيها 3 ديال لي تيكستور اللي سبق لي حطيتها لكم، واللي هي كانت اول وصفه نزلت في القناه هذه 3 سنوات، واللي هي الكيكه السحريه اللي معروفه. فسبق لي نزلتها معكم بمذاق القهوه، ودابا غادي نقدمها لكم بالبرتقال. كما قلت لكم، فانا في هذا الوقت هذا ديال الكونفينمون او ديال الحجر الصحي، فغادي نشارك معكم هكذا وصفات سهله اللي كنديرهم كل نهار، واللي مكوناتهم بسيطه ويمكن تكون متواجده عندنا في البيت. الوغ هاد الكيكه هادي فريمون كتجي زوينه بزاف، كتجي لذيذه وسهله في التحضير، ما كنهرسوش فيها الراس، يعني كنخلطوا كلشي كنديروها في الفران وكتخرج لينا فيها بحال اون كريم الوسط اون جينواز واحد لا بارتي ديال لو فلون. فكنصحكم بها اللي ما عمره ما جربها، لان فريمون كتجي لذيذه وخفيفه بزاف. نخليكم مع تتمه الفيديو، نتمنى لكم فرجه ممتعه. بالنسبه للمقادير، فغادي نحتاجوا 4 ديال الحبات ديال البيض، 150 غرام ديال السكر سنيده، نصف لتر ديال الحليب اللي كنسخنوه، 125 غرام ديال الزبده اللي كندوبوها ونخليوها تبرد، 125 غرام ديال الدقيق الابيض مع قبصه ديال الملح. هنا عندي برتقاله اللي غادي نستعمل القشور وكذلك العصير ديالها، معلقه كبيره ديال الماء البارد ومعلقه كبيره ديال عصير ليمون الحامض. الو، اول حاجه فكنفرقوا الصفار على البياض ديال البيض، اول حاجه كناخذوا البياض ديال البيض كنضيفوا ليه معلقه ديال عصير ليمون حامض وكنضربوه مزيان بالطراب الكهربائي حتى كيبيض ويقبط راسو مزيان. من بعد كنرجعوا للصفار ديال البيض اللي كنضيفوا ليه سكر سنيده وكنضربوه كذلك بالطراب الكهربائي مزيان حتى كيضاعف الحجم ديالو وكيتفتح اللون ديالو. وكنضيفوا له من بعد باقي المكونات باستثناء الحليب، يعني كنضيف العصير ديال الليمون، قشور ديال الليمون، كنضيفوا كذلك الزبده اللي قلت لكم كندوبوها ونخليوها حتى كتبرد، وغادي نضيف كذلك الدقيق وغادي نضرب مره اخرى بالطراب الكهربائي حتى كيندمجوا ليا العناصر كلها مع بعضياتها. وفي التالي فكنضيف نصف لتر ديال الحليب اللي كما قلت لكم تيكون سخون، ماشي سخون طايب، مكتر شويه من دافي، كنضيفوا الخليط وغادي نخليه واحد دقيقه كي يتشرب فيه، عاد غادي نجي نحركو من بعد. وهنايا غادي نحركو فقط بالطراب اليدوي، وغادي نجي من بعد ما كيتجانسوا ليا العناصر عفوا، فالخليط راه كيكون سائل، هذا هو القوام ديالو. غادي نبداو نضيفو دابا البياض ديال البيض، كنضيفوه على 3 ديال المرات وكنبداو كنحركو بين كل مره ومره بشويه بالطراب اليدوي بلا ما كنهرسو هذاك البياض ديال البيض كله، يعني واخا كيبقاو لينا قطع ماشي مشكل، هذاك الشيء هو اللي كيعطي لينا الطبقه ديال لاجينواز. صافي كنحصلوا على هذا القوام، فانا هنا وجدت المول ديالي، خديت مول اللي مربع اللي فيه 20 على 20 سنتيم، يمكن لكم تاخذوا مول اللي يكون دائري القطر ديالو 20 سنتيم، يمكن لكم فقط تدهنوا بالزبده وترشوا دقيق. انا هنا غلفته كله بالورق ديال الطهي، ودابا غادي ندخل فيه الحلوى، غادي نفرغ فيه عفوا الخليط ديال هذا الحلوى،
وغادي ندخلها مباشره للفران اللي سخون من قبل على 150 درجه. كنخليوها حتى كنشوفوها راه تحمرات من الفوق وبدات كتشقق، كتاخد لينا اون جينيرال ما بين 55 دقيقه حتى لساعه. هنايا من بعد ما خرجتها من الفران مباشره وهي باقا سخونه، يعني شفتوا الوجه ديالها كي كيكون كتحمر كتاخذ واحد اللون موحد، وكذلك كنشوفوا باللي راها بدات كتشقق لينا تما كتكون راه طابت. انا هنا خدات لي ساعه بالضبط. صافي غادي نخليها بحال هكا حتى كتبرد تماما، اولا كنخليوها كدفى وكندخلوها للثلاجة كتبرد تماما. من بعد ما كتبرد عاد كنحسبوا ليها واحد ساعتين في الثلاجة اولا 45 دقيقة في المجمد باش كتقبض راسها مزيان، عاد غادي نقدروا من بعد نحيدوها من المول. وهنا يا صافي موجودة دابا باش نحيدها من المول، بردات تماما. انا درتها شوية في المجمد صراحة، خليتها غير دفات ومن بعد درتها في المجمد، يعني ما خدتش ليا بزاف ديال الوقت. ودابا غادي نجي غادي نهزها كلها غنحطها في مباشرة في الطبق ديال التقديم، وغادي نحاول باش نحيد لها هذاك الورق ديال الطهي. غادي نقلبها فوق واحد الطبسيل نحيدو لها من الاسفل ونعاود نرجعها للطبق ديال التقديم. وبالنسبه للزين ديالها فعندكم الاختيار تزينوها باش ما بغيتو، هي في الغالب كنرشو عليها سكر كلاسي، هذاك الشيء اللي درت حتى انا، رشيت عليها شويه ديال السكر كلاسي وزينتها بواحد لي طرونش ديال البرتقال باش نعطيو واحد الغابيل على باش مصايبه من الداخل. وهذا هو الشكل النهائي ديالها، كيجي الشكل ديالها زويون، يعني هي واحد الحلوه اللي كتجي بحال عشوائيه، ماشي شي حاجه اللي مقاده، مي كوميم كتجي زوينه في الشكل ديالها. ومن بعد غنقطعها معكم وتشوفوا كيفاش كيتعزلوا الطبقات ديالها، فكتعزل ثلاثه ديال الطبقات، لتحت كنحصلوا على بحال واحد لو فلون، فوق منه بحال اون كريم باتيسيير وواحد لا جينواز اللي خفيفه، فهي الطبقه الثالثه وكتجي بنينه في المذاق ديالها، سهله في التحضير. كنحضروها يعني بالزربه الا بغيتو شي حاجه اللي فيها دي تيكستور ماشي غير كيك عادي، وميم طون ما كتاخذش لينا الوقت في التحضير وما كتاخذش بزاف ديال المكونات، فكنصحكم تجربوا هذه وتجربوها بالمذاق اللي بغيتو ماشي بالليمون. راه سبق لي حطيتها معكم كي قلت لكم بالقهوه، كتجي لذيذه بكاع المذاقات. فكنتمنى تعجبكم هذا لا فيديو، ونخليكم دابا ونقول لكم نتلاقاو في فيديو جديد مع وصفه جديده ان شاء الله. سلامه.